تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعمال تطوير هضبة أهرامات الجيزة بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني وعدد من مسؤولي محافظة الجيزة. كما تفقد رئيس الوزراء مشروع المتحف المصري الكبير، حيث استمع إلى شرح حول معدل الإنجاز والذي وصل إلى نحو 75% من أعمال المشروع، والذي يتضمن أهم مركز لترميم الآثار في مصر والشرق الأوسط.